بدأ فن كيبيدو بالمغرب سنة 1981، وأي كيبيدو ذو الأصول اليابانية العريقة، أي الاتحاد كي الطاقة الشجاعة ضوء الطريقة والطريقة. وفن الأيكيبيدو يتكون من ثلاث مدارس يابانية عريقة: كاتورو شوتوريو، أستاذ سيجيرو يوشيو، وهذه مؤسسة مختصة بالأسلحة، ومؤسسة دايتوريو، أستاذها تاكيدا توكيموني، والمؤسسة يوسيكا شوتوريو، أستاذها مينورو موشيزوكي. وفن أيكيبيدو وفن دفاعي عن النفس. وخبير هذا الفن السيد المفلوكي الحاصل على حزام الأسود الدرجة الثامنة. وهذا الخبير حصل على حزام الأسود الدرجة الأولى سنة 1959، واستعاد سنة 1939. هذا الفن يتكون من بروغرامات برومي دان وتوزيان دان وإلى غيره. وهناك عدة أساتذة بالمغرب ومدير تقني الحامي حزام الأسود الدرجة الرابعة، وهناك خمسة أساتذة بالمغرب الحاملين حزام الأسود الدرجة الثالثة، وعدة أساتذة الحاصلين على حزام الأسود الدرجة الثانية والأولى. وهناك السيد برينو إسحاق أول كثيف على الصعيد العالمي الذي حصل على حزام الأسود الدرجة الثانية. Yeah, man.